أحد الأخطاء الكبرى اللي ممكن إنسان يرتكبها في حق نفسه هو إنه يبص تحت رجليه وينسى بعد النظر وهو بيختار نصه التاني شريك الحياة. ساعات واحدة تقول أنا عايزة واحد منطلق ومعندوش قيود في مجتمع كله قيود، بيسافر ومجنون ويجيلي تحت الشغل بورد ويكتبلي على سور العمارة بحبك، كلام لطيف قوي. ساعات واحد يقول أنا عايز واحدة شكلها حلو جدا ومنفتحة ما بيهماش حد، تحب كل يوم نعمل حاجة مختلفة مع بعض بدل الملل اللي الواحد شايفه في الدنيا دي. وممكن هي تقول عايزة واحد غني يخلي الحياة سهلة ويطلعني من الضيق اللي أنا فيه. على فكرة كل الصفات دي اللي الواحد ساعات بيسمعها ويقراها كلها صفات حلوة، ربنا يرزقك اللي في بالك، لكنها لا تكفي وحدها لإقامة بيت سعيد، لأنها مش من أساس الحياة. عارف جسمك ده عبارة عن هيكل عظمي عليه الأجهزة والعضلات، العربية اللي انت شايفها دي عبارة عن شاسيه كده فولاذ محطوط عليه هيكل العربية، العمارة اللي انت ساكن فيها عبارة عن أساس متين واقف عليه الحيطان، وكذلك الحياة الزوجية أساس وعظم الحياة الزوجية اللي تتبني عليه هي المسؤولية والرحمة والمشاركة، وده اللي بيسموه الحب الحقيقي. لأن حياة وخلفة ومستقبل دي جنب العاطفة محتاجة مسؤولية ومشاركة، وحد يكون عنده رحمة وهو بيدي العاطفة. رقم واحد المسؤولية. خدي بالك وخد بالك وانت بتتجوز، 80% من الطلاقات بسبب عدم التزام أحد الطرفين بالمسؤولية. بمسؤولية إيه؟ بمسؤولية وجود إنسان في حياته. كل واحد ليه دور، واللي مش هيقوم بيه كأنه بيهدم حتة من الأساس. في مسؤولية إنفاق مالي، وفي مسؤولية إنفاق من الوقت، وقت كافي لحل المشاكل وإدارة حياتنا سوا. في التزام باحترام الشخص التاني مهما طال زمان القرب، وفي التزام باحترام أهل الطرف التاني. في احتياجات نفسية وإنسانية التراخي فيها، التراخي عن تحمل مسؤوليتها لا يقيم الحياة. سيدنا شريح القاضي في يوم زفافه مراته بتقول له قد كان من أهلي من هو كفء لي، وكان من أهلك من هن كفء لك، لكن الله قد جمعنا تحت سقف واحد، فقل لي ما تحب فآتيه وما تكره فلا آتيه. شايف مسؤولية إن أنا مستعد أغير بعض صفاتي، مش قيمي، بعض صفاتي وتصرفاتي اللي بتضايقك. على فكرة الحياة مش بتمشي غير كده، إن كل واحد ياخد خطوة لورا كده عشان يعرف يحتوي التاني، دي مسؤولية بتبان. لو أنا بكلم البنات دلوقتي بتبان عند الراجل بيتحمل المسؤولية ولا لأ من احترامه لشغله وانضباطه فيه، وبتبان عند الست لو أنا بكلم الشباب دلوقتي بتبان قبل الجواز من علاقتها بأهلها، بيعاهم ولا هي جزء من الأسرة وبتحترم أسرتها. دي علامات تشوفها قبل الجواز عشان هيبان إذا كانوا بيتحملوا المسؤولية بعد الجواز ولا لأ. الصفة التانية اللي أساس اللي بيقوم عليه الجواز الرحمة. الرحمة على فكرة الحب جوه الرحمة، لأن حب من غير رحمة يبقى قاسي جدا. والرحمة هي القدرة على إعطاء العاطفة والحنان والتسامح والتقبل، إنك تقدر تستمر في تقبل شريك الحياة في جميع حالاته، دي رحمة. اللي ما يشيلش دمعتي ما يستاهلش ضحكتي. مش بس أبقى عايز النص تاني يبقى لطيف على طول، الحياة مليانة تحديات. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يوصي الراجل بالرحمة فيقول لا تضرب الوجه ولا تقبح، ثم قال ولا تهجر إلا في البيت، اوعى تضرب مراتك واوعى تشتمها، ولو اتخصمتوا ما تتخصموش إلا جوه البيت، مش يسيبها في الشارع ويمشي. ووصى الستات بالرحمة للراجل، وحذرهم من كفران العشير وهو نكران الست لتعب الزوج عشان يبني البيت، وده من نقصان الرحمة. فده مهم جدا أن يقوم البيت على الرحمة، والبيت اللي ما فيهوش رحمة بالتعيس. الأساس الثالث اللي بيقوم عليه البيت بعد المسؤولية والرحمة المشاركة. إحنا ما بقيناش واحد عايش لوحده، إحنا بقينا اتنين عايشين لبعض ومع بعض. الأنانية بتبقى هدامة للعلاقة، وأشهر صور الأنانية عند الراجل بحثه عن متعته الجسدية من غير إعطاء الحنان للزوجة، وأشهر صور الأنانية عند الست
تطلب من الراجل طلبات مادية في جانب الترفيهات، ولو ما قدرش يجيبها تعاقبه بالخصام. فسبحان الله، أنجح البيوت اللي ممتلئ بالمشاركة وحالة كده من تقدير تعب اللي قدامك، وعدم التفكير في أنا إنما التفكير في نحن. ومهم جدا إن إحنا نتكلم في الحاجات دي كلها في فترة الخطوبة. فترة الخطوبة مش خروجات وحب بس، فترة الخطوبة هي فترة جس نبض للمسؤولية والرحمة والمشاركة. مين هيتشبث برأيه ويعند ومش بيعتذر ويصمم على التركيز على التفاهات، وشوية عليك وشوية عليك برضه كأنه مش عايز حاجة عليه. لازم فترة الخطوبة يبقى فيها يقظة، عشان كده مهم تبقى فترة الخطوبة بإدارة ومتابعة من الأهل. ثلاث صفات دول، المشاركة والمسؤولية والرحمة، هم بقى اللي بيحافظوا على دوام الجمال واللطافة والشياكة، وبيخلوا الحب دايما حي. فخد بالك منهم دايما وانت بتختار. اللهم يا رب أعنا ووفقنا إلى حسن الاختيار، وإن كنا قد اخترنا بأقدارك، فأنزل اللهم السكينة والسعادة على بيوتنا، وبارك لنا في القليل والكثير يا واسع العطاء.